حسن فتحي، هذه الوالدة بن عليان حليمة زوجة المرحوم فتحي الوعدودي اللي كان مقاوم. المهم على البطاقة كاينة عليها تحال الوالدة توفى في 2002. طبيعي الوالدة غادي تستافد من الامتيازات اللي كانت عند الوالد، بحال مثلا الضمان الاجتماعي كيبقى النص، كتاخذ 500 درهم في الشهر من ذاك الوقت، وصندوق ديال المعاشات اللي هو لاسيمير كان تايا كتاخذ 700 درهم، يعني هادشي النص في النص. والمقاومة بحكم أن الوالد كان مقاوم يعني كان بقات ليها كتاخذ واحد 400 درهم، وواحد 400 درهم أخرى إضافية كيسميوها بالإجمالي. مشات الأمور بحال هكذا، ما كاين حتى شي مشكل، الحمد لله الأمور مستورة. يعني واحد لقيتها هذه شي سنتين قالوا لها صندوق المعاشات بأن راه ما عندكش الحق في 400 درهم الثانية، أودي علاش؟ يعني بحكم أنك راك عندك واحد الدخل يعني كيوازي 1000 درهم، إذا أنت راك كتستنفدي أموال الدولة وهذا ماشي معقول ماشي قانون، حيدوها. قبلناها ما كاين حتى شي إشكال، قلنا ما كاين حتى شي مشكل، الحمد لله مستورة ما كاين مشكل، أسيدي الله يسامحك في شي آخر. ولكن اللي زاد الطين بالله هي أنه في هذا الأسبوع هذا يعني جات واحد من دار الضريبة واحد ورقة ديال الدخل العام. الله يا ودي الله، يعني أنا كنظن يعني كاين حالات شادة في المجتمع، حالات هشة، ولكن هذا قمة يعني استهتار وقمة العابات. يعني مرأة عندها 85 عام على الأدوية اللي كتاخذ تقريبا 1000 درهم والصرف في الشهر، يعني هذا هو كنظن في هذه البلاد هذه، هذا هو التكريم، هذا هو الإنصاف ديال العائلات المقاومين والناس اللي ناضلوا في هذه البلاد. هذا كنظن يعني مسألة يعني صراحة مؤسفة جدا هادشي اللي كاين. ده بعض الحال عندي شكاية، ولكني كنظن مبدئيا هادشي هذا لا يعقل، لا يعقل. يعني اللي خاصهم يخلصوا الضرائب معروف شكون هما الناس اللي خلصوا الضرائب في هاد البلاد هادي. أما بهاد الحالة هادي مرأة عندها 85 عام وعندها دخل محدود يعني تقريبا 1000 درهم وعندها مرض مزمن وكل شيء، وتجيها بحال هاد الورقة ولا وتكون عند طريق خطأ، لا يعقل هادشي. هذا راه زعما خاصهم يعيدوا في النظر. كنظن واقيلا كاين حالات شاذة على الوالدة، وهنا هذا هو الإصلاح الضريبي اللي غيكون. يبداو بهاد الناس هما الاولين اللي كيستحق ولا ما كيستحقش، واللي خاصو يدعوا ولا ما خاصوش، اولا اللي خاصو عرض على التكريم والتعبير صافي لا غير، ماشي مساله، مساله كرامه. علي تحال كنظن بانه كاين شي ثغرات خطيره في هاد النظام الضريبي في البلاد لا صراحه، لانه كدا الناس صراحه كتضيع في المصالح ديالها ولا كتضيع ولا كتاثر ثانيا صراحه.